FM. الكلمة ليك. لكن النهضة تنازلت عن بعض المبادئ الراسخة القديمة، سمحني وقالت أنا جنبت البلاد فوضى، يعني كيف باش تصير؟ دونك أنا حبيت معناتها تقول أنت مصلحة الوطن سبقها على المصلحة الحزبية. شوف احنا ميسير أسد تو الخطاب هذا نجم نقبلوه لأنه هو خطاب تسويقي، لكن الناس كل تعرف أنه النهضة مش صدق الخطاب هذا. تقول أنت النهضة لم تتنازل طوعا، النهضة تطلب الأمر شهرين ونص متاع اعتصام في باردو، وتطلب أزمة سياسية غير مسبوقة، وتطلب أنه معناها منظمات المجتمع المدني الكبار كما اتحاد الشغل خدت موقف، والعالم الخارجي خد موقف، وصارت في مصر معناها ثورة على الأخوة المسلمين، يعني لأنهم ما كانوا رافضين المبدأ تاع الخروج والمبدأ غيره. المهم مادام قبلوا، مهم احنا المهم أنه يكون موش فقط تراجع تكتيكي في ظروف معينة، يكون فيه اقتناع حقيقي أنه ثم شيء ما تغير في تونس، وأنه هم لا يمكن أنهم يعملوا كالسياسة القديمة متاعهم، وأنهم يتحولوا من حزب دعوي إلى حزب وطني سياسي، وأنهم يؤمنون بالمشروع الوطني التونسي وباستمرارية الدولة التونسية ومنظومتها. الكلمة ليك.